نظم ناشطون سوريون وقف أمام مبنى حكومة مقاطعة شمالية الراين الألمانية للمطالبة بوقف إلزام السوريين استصدار جوازات سفر من سفارة النظام في برلين. الوقفة تأتي في سياق حملة لا مال لسفارة الإجرام التي انطلقت منذ أشهر وأقامت فعاليات في عدة مدن ألمانية. اليوم نحن جينا بمدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين أمام مكتب الاستشارية لحكومة الولاية لنوصل رسالة بالمقام الأول للحكومة الألمانية لعدم إجبار المواطنين السوريين على استخراج جواز سفر سوري، لأن هذا الموضوع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يدعم النظام السوري مادياً. الحكومة الألمانية عندها ترتيباتها القانونية عم تجبر عدد كبير من اللاجئين السوريين على تجديد جوازاتهم السفر، بالتالي على دفع مبالغ كبيرة للدولة وللنظام اللي هربوا منه. الناس عم تتعطل أمورهم غير ممكن التحرك ضمن ألمانيا أو خارج ألمانيا إلا بجواز سفر، حتى إقاماتهم عم تتعطل ما عم يتم تمديدها، فالناس مجبرين بشكل أو بآخر يروحوا للمكان اللي هربوا منه، مجبرين على تمويل قتل أهلهم، تمويل الحرب، استمرار الحرب ضد شعبهم، ضد أسباب اللي هجرتهم. فالحكومة الألمانية كمان مجبرة تلاقي حلول وبدائل، كمان مثل ما كمان جميع الدول المستضيفة اللاجئين تلاقي حلول وبدائل لتسهيل حياة اللاجئين مو تصعيبها. الحكومة الألمانية دائما بتطلب منا مثلا إثبات الهوية، يعني نثبت إنه إحنا سوريين. طبعا في يعني وثائق كافية مثلا مثل الهوية السورية، ممكن حتى جواز سفر سوري خالص مدته هو بيثبت جنسيتي تمام، فما في داعي أنا أرجع يعني اعمل واحد جديد او جدده. وفي شغله كمان انه نحن سوريين يعني ما فينا نسقط الهويه عنا، فانا اذا خلص جوازي ما رح ممكن انا اتغير جنسيتي، ولذلك نحن اليوم عاملين هالوقفه لحتى نوصل رسالتنا انه نحن ما بدنا ندفع هالمبلغ الكبير لحكومه اجرام عم تمول الحرب فيها. يعني ارخص جواز ومو سريع بكلف شي 300 دولار او 280 يورو او يلي هو، والمستعجل بتكلف شي 800، يعني هي الارقام خياليه، ولا اغلى جواز بالعالم يعني بكلف هالتكاليف. هذا كله هذا يعني ضحك علينا وعم يستغلونا ويستغلوا الحكومه، وللاسف الحكومه ما عم تستجيب لحد الان. ينضم الينا بشير احمد مراسلنا من إيسن الالمانيه، مرحبا بك بشير، حدثنا عن هذه الحمله. حملة أطلقتها منظمة تبنى الثورة قبل أشهر، بدأت على شكل عريضة للتوقيع عبر الإنترنت، ومن ثم سيصار إلى إرسالها إلى وزير الداخلية الألمانية، ثم أخذت شكل فعاليات ميدانية. يعني نحن غطينا ثلاث من هذه الفعاليات في برلين وفي دويسبورغ والآن في دوسلدورف، وهناك عدة مدن ألمانية أيضا شهدت فعاليات من هذا النوع. المسار الثالث الذي تتخذه هذه الحملة هو التواصل مع المسؤولين الألمان، سواء في على مستوى المقاطعات أو على مستوى الحكومة الاتحادية، في محاولة للتأثير عليهم باتجاه إلغاء هذا القرار. طبعا سابقا كان هناك حملة سبقت هذه بنحو عام، وهي محلية في مقاطعة زارلاند، وقد نجح النشطاء السوريون بالفعل بعد عدة وقفات ومراسلات بإبطال إلزام السوريين باستصدار جوازات سفر سورية في هذه المقاطعة. الآن هناك محاولات على مستوى المقاطعات، في برلين هناك عدة نشطاء سوريون ومنهم أيضا سياسيين ألمان من أصل سوري يحاولون أن يدفعوا حكومة المقاطعة مقاطعة برلين باتجاه اتخاذ هذا القرار، بالإضافة طبعا إلى الجهود الجماعية على المستوى الاتحادي. طيب هل الحديث يقتصر على ولاية دوسلدورف أو انتقلت الأمور إلى مدن ألمانية أخرى يتم الحديث أنها ستستمر بها؟ يعني ينصح منظمو الحملة ونشطاء سوريون السوريين في كل ألمانيا في سائر المدن الألمانية بعدة أمور. أولا تنفيذ هذا النوع من الوقفات والاحتجاجات لكي يدفعوا حكومات مقاطعاتهم على اتخاذ قرار برفع إلزام السوريين.
بالجواز السوري، ثانيا توقيع العريضة، وثالثا وهو الأهم هو الإصرار على رفض استصدار هذا الجواز عندما يطلب منهم ذلك. طبعا ألمانيا تطلب من السوريين في ألمانيا استصدار جواز سوري لعدة فئات رئيسية، إذا استثنينا طبعا من لديهم إقامات عمل ودراسة ومن أتوا بنظام الكفالة، نتكلم عن من يندرجوا ضمن المفهوم الواسع للاجئين، من يحملون الحماية الثانوية، من أتوا عن طريق لم الشمل، يعني هم الرئيسيين الذين يلزمون باستصدار جوازات سورية. لكن حتى اللاجئين الذين يحظر عليهم الذهاب إلى سفارة النظام واستصدار جواز سوري، يطلب منهم هذا الجواز عندما يتقدمون للحصول على الجنسية الألمانية في مفارقة عجيبة غريبة يعني ترتكبها الحكومة الألمانية. طيب هل كانت هناك أي ردود أو وعود من قبل الحكومة الألمانية لمناقشة مطالب المتظاهرين؟ يعني باستثناء الخطوة الإيجابية التي اتخذتها مقاطعة زارلاند، إلى الآن لا يوجد شيء على نطاق واسع، ما زال الأمر في إطار المناقشات. جيان عمر وهو برلماني في برلمان مقاطعة برلين وهو من أصل سوري يناقش هذا الأمر باستمرار مع وزير الداخلية الألماني، وزير الداخلية مقاطعة برلين، وقد أرسل لنا نسخة من مناقشاته ورد الوزيرة على استفساراته. ما زال الأمر في طور النقاشات. المزيد من الضغط ربما يولد حالة يعني قد تدفع باتجاه إبطال هذا القانون، الذي بالمناسبة هو ليس قديم، يعني يعمل به منذ العام 2016 فقط. طيب هل هناك أي تعاطف من الشارع الألماني مع هذه القضية، وسائل الإعلام الألمانية كيف تتعاطى مع الموضوع؟ يعني النسبة الأكبر كانت من الذين كانوا في وقفة برلين مثلا، كانوا من الألمان، نشطاء ألمان. أيضا البارحة في وقفة دوسلدورف كان هناك عدد من المارة الألمان وقفوا وسألوا عما يحدث وما هي مطالبكم، وتم طبعا من خلال النشطاء المنظمين شرح الأمر وتوزيع بروشورات على الألمان. نعم هناك حالة من التعاطف، خاصة بأن الأمر كما ذكرت سابقا بالنسبة لموضوع الجنسية فيه مفارقة غريبة، والنشطاء ومنظمو الحملة أيضا يسوقون سببا وجيها لرفضهم استصدار الجوازات السورية، هو أن هذه الجوازات المكلفة جدا تمثل في عائداتها تمويلا لنظام الأسد وتمويلا لاستمرار الحرب، حرب نظام الأسد على الشعب السوري وقتل أهاليهم. بالتالي نعم هناك تعاطف ألماني ممن يطلعون على هذا الأمر وهذه القضية. أشكرك كثيرا مش أحمد، مراسلنا من ألمانيا.